السلام عليكم، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا وصفات كالي دغوا أولا كعكس الملوك. المقادير هي كالتالي: عندنا 100 غرام ديال الزبدة تكون بحالة المطبخ يعني لي، أيضا عندنا كاس ديال اللوز مطحون وكاس ديال السكر قياس 100 غرام، عندنا جوج ديال البيضات، وعندنا أيضا باك فيتي. صافي، هادو هما المقادير. في واحد البول كنوضعو الزبدة، السكر، بيضات، كنحركهم مزيان مزيان. في الأخير كنضيفو بودرة ديال اللوز وكنحركو العناصر مزيان حتى كتنسجم مع بعضياتها، حتى كيولي الخليط عندنا في هاد الشكل هذا. ثم كناخدو واحد المول كنوضعو فيه بات فيتي وكنعملو ثقوب بواسطة الشوكة كما هو ملاحظ في الفيديو. ثم نضيف خليط اللوز اللي حضرناه من قبل، كنوزعو على المول بالتساوي واحد سباتول او بملعقة. بعد ذلك كنوضعو طبقة اخرى من بات فيتي، كنغطيوها على هذا الشكل هذا، كنضغطو عليها من الجوانب باش هكذا ما كتحلش من الجوانب، كتبقى شابره في راسها. ثم كناخذ واحد البيضه كنزيد عليها شويه الحليب كنحركوها مزيان مزيان، كندهنوا الوجه ديالها، كندخلوها الفران 170 درجه مده 30 40 دقيقه. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى تعجبكم الوصفه اليوم. في صحه الراحه، نلقاو فيديو اخر. السلام عليكم. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.